عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر التلفاز، لكن تختلف بحسب الانطباع يعني التي تنقله لنا هذه الابتسامة. اليوم أنا حابين نتعرف على أنواعها، كيفاش تكون أفضل وسيلة للتعبير وكذلك للتواصل مشاهدينا، وكذلك راح نتعرف على الأهمية نتاعها من خلال مجموعة من النصائح يقدمهم منا والمعلومات فيما يخص ملفنا الصباحي لنهار اليوم. راه معنا عبد الحليم ماضي وهو مدرب في التنمية البشرية، اللي رحبوا به. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام. الله يسلمك. بداية يعني صار نتعرفوا على أنواع الابتسامة. أكيد بالفعل للابتسامة أنواع، وكل نوع يعني يعبر على مشاعر الإنسان في تلك اللحظة وعلى أفكاره إلى غير ذلك. فالابتسامة هي هدية مجانية من الله عز وجل يولد بها المولود. نجد حتى الجنين الشيء الوحيد الذي لا نتعلمه هو الابتسامة. صح. يعني في طرح من عند الله نجد الطفل يبتسم وهو نائم، وأيضا لا يتعلم الابتسامة، وبالتالي نجد أن معدل الابتسامة والضحك عند الأطفال قبل الدخول المدرسي 450 ضحكة في اليوم، وتنقص بعد الدخول المدرسي إلى 150، وعندما يصبح راشدا يصبح يضحك 14 مرة في اليوم، وهذا نتيجة التفاعلات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية، وتبدأ تتقلص شيئا فشيئا. صح. وللابتسامة آثار قوية على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسمي والصحي. أكيد. وحتى على المستوى الجمالي، وأيضا على مستوى العلاقات الاجتماعية. اجتماعية. صح. لكن إذن قوة كبيرة هذه الابتسامة، مغبون فيها كثير من الناس. صح. يعني قبل ما نذكر أنواع الابتسامة أستاذ عبد الحليم ماضي، لازم تعرفوا على أهمية الابتسامة، كيفاش نتعامل بها يعني أهميتها عندما نتواصل بها مع الشخص الآخر. بالفعل الابتسامة معدية أولا. أنك لما تبتسم مع أي شخص يبتسم بتلقاء نفسه، يعني إجباريا سيبتسم، وأنت الآن ستعدي الآخرين بالابتسامة. تعرفي أن الابتسامة في الجهاز العصبي تثير هرمون الإندروفين. الإندروفين هذا هرمون السعادة، يخلي الإنسان سعيد ويقوي السعادة في الجسم. وأيضا شيء آخر يقوي المناعة. والدراسات تاع بولك مان أكد أن الابتسامة تؤكد أن في تجارب على المرضى في المستشفيات تقوي المناعة، وعالجت كثير من الأمراض منها سرطان وأمراض مستعصية جدا. وبإدخال عنصر الفكاهة، فدخل شيء سماها الغرف الضاحك داخل المستشفيات. يعني غرف علاجية في الضاحك يستعين بها بفيديوهات الضحك، وايضا يجي ممثلين وكذا ويتعرضوا هؤلاء المرضى الى ساعات علاجيه للضحك. صح. فكانت اثار عجيبه جدا، ومنهم من شوفوا نهائيا وخرجوا من المستشفى. فقوتها كبيره جدا. ايضا في العلاقات بين الناس، فنجد الاشخاص مثلا في المحاكم، دراسات في امريكا ان الاشخاص الذين يبتسمون يتلقون عقوبه اخف من الاشخاص الذين لا يبتسمون. يعني شوفي الآن، يعني تقبل اعتدال مع الابتسامة يكون عنده قبول أقوى من شخص يعتذر ولا يبتسم. شفت شيء معين. أيضا بين العلاقات، أيضا بين الذكور والإناث، فنجد أن النساء أكثر جمالا بالابتسامة أكثر من النساء اللواتي يضعن المساحيق. أوكي. فداروا تجارب، جابوا نساء داروا مساحيق ونساء ايضا يبتسم، فوجدوا ان الرجال اعجبوا كثيرا بالنساء اللواتي يبتسمن، يعني ذات الوجوه مبتسمه. اذا فهو مكياج طبيعي. صح. فايضا شيء اخر، ان ايضا الرجال طبيعي ومجاني. مجاني. والرجال ينجذبون الى النساء اللواتي يبتسمن اكثر من النساء التي لا يبتسمن، وايضا النساء يستجيبن للرجال الذين يكونوا سبب في ضحكهم أكثر من الرجال الذين ما يكونش عندهم أكثر من النساء يعني ما عندهمش قوة. إذا في ديننا الحنيف سبحانه حتى جاز على الابتسامة بصدقة. صح. وهذه صدقة، فأنت لما تخلي الإنسان يبتسم تصور الآن الآن أعطيت له فرصة أنه يقوي جهاز المناعة، وأعطيت له فرصة أنه نعطيك دراسة أخرى أيضا في أستراليا أن الأشخاص اللي يبتسموا 100 مرة في اليوم كأنهم مارسوا الرياضة 10 دقائق، لأن تخفض الكوليسترول وأيضا توسع شرايين القلب وتحمي الأفراد اللي مرضى القلب. فنعرفوا بلي كاين
30% من السبب الموت هو سكتة قلبية. فوجدوا أن الأشخاص الذين يضحكون عندهم فرص أنهم ما يكونوش بين 30% هذوك اللي يقول لك الضحك يطول العمر. يطول العمر بالفعل لأنه يقوي المناعة ويقوي أشياء كثيرة جدا. فشوفوا الآن هذه القوة تاع الضحك تأثيرها النفسي وينحي الاكتئاب وينحي الأمراض النفسية على الشخص وعلى كذلك وعلى الآخرين. لكن تشوف أنه الابتسامة يعني تعبر على شخصية صاحبها يعني وتحدد المشاعر نتاعه؟ بالفعل فنجد أن المجرمين أوكي هما أقل ابتسامة من الآخرين. نجد أن المجرمين هم الأكثر أقل ابتسامة. فالشخص المبتسم هو شخص يعني يمشي مع الطبيعة تاعه، لأن الابتسامة ما تقدرش تتكلف فيها. حتى ولو تكلفت ما تكونش طويلة وما تكونش معبرة. وبالتالي فلهذا الناس إنسان طبيعي الذي يضحك كثيرا هو يدل على شخصية متزنة عاطفية مرحة يحب الآخرين، وبالتالي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، ودراسة أثبتت تأثير على المتنقي. فالطالب مثلا الطلبة الذين يدرسون عند أستاذ يبتسم يكونون أكثر استيعابا من أشخاص عند أستاذ لا يبتسم. ولذا أنصحنا أيضا أساتذة عندما يدرسون أن لا تفارقهم الابتسامة أثناء التدريس، فهذا يزيد مستوى الاستيعاب في القسم أيضا. صح. ويعني ولكن لا ننكر أنه للابتسامة يمكن نوعين، هناك ابتسامة مزيفة وابتسامة حقيقية، ولكن وش هو الفرق؟ كيفاش نعرف أنه هذا شيء معين؟ على المتلقي ما كاش فرق. الإنسان الابتسامة ولكن كاين من صدق أشخاص لما تبتسم معاه يقول لك يمكن ضحكة صفرة مثلا. بالفعل هناك الضحك الابتسامة المزيفة والحقيقية بالفعل. لماذا؟ لأن الأوامر تأتي من الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كما يقول روجر لجائزة نوبل على اكتشافه الفص أيمن وفص أيسر من الدماغ في جامعة هارفرد، قال أن الفصل الأيمن هو فصل الخيال والإبداع إلى غير ذلك، والفصل الأيسر هو فصل منطقي وفيه المعلومات وتخزين الذكريات. إذا كان الإنسان مثلا يبتسم فعندنا نصفين، الفصل الأيسر يتحكم في الشكل الأيمن من الجسم، وهذا الأيمن يتحكم في الشكل الأيسر من الجسم. إذا كانت الابتسامة مثلا المزيفة كثيرة تكون اليسار هي التي تتحرك واليمين تبقى ماكيتها في مكانها. وش يصير هنا؟ الأمر جاء من الفصل الايمن، والفصل الايمن لما يعطي اوامر والفصل الايسر ما يعطيش اوامر، اي انها ليست موجوده في الدماغ كذكريات، لم ينفعل معها العقل الباطن، وانما الان هي مزيفه. وبالتالي هذه الابتسامه المزيفه يكون النصف اليسار هو اللي يكون مجبوط. كان ابتسامه اخرى ايضا نعرف بين الوجنتين هادو، وهذا شيء ايضا عضلات. لما نبتسم لاحظوا جيدا عندنا 43 عضله تتحرك اوكي، ولهذا الان احنا نشوفوا قلنا يعادل الرياضه، وبالتالي حرك عضلات كثيره. كاين عضله تتحرك بالاراده، وكاين عضلات لا نستطيع ان نتحكم فيها، تتحرك عندما يكون انفعال فقط. مثلا هذا الوجنتين هادو يتحركوا بالاراده، نحبوا نضحكوا نطلعوهم، بصح العضلات اللي امام العين يكون ضحك حقيقي هما اللي يتحركوا. واذا كان ضحك منك لما دير مثلا ورقه في صوره هكذا، يعني عينه ما تلقاش تغيير في الملامح نتاعو، فهي مزيفه. لكن اذا الان العين طلعت لي كيما تاع الصينيين مثلا، وبالتالي هي ابتسامه حقيقيه. صح. وكذلك يعني حكينا على اهميه الابتسامه، والان لازم تعرفوا على ان نقولوا حنايا متى تكون لغه الابتسامه، ونعرفوا انه للابتسامه لغه، كيفاش تكون افضل وسيله للتواصل وكذلك للتعبير. بالفعل فهي لغه للتعبير. فنجد مثلا الشخص الذي يبتسم وشفتاه مطبقتان ما بينش الاسنان تاعه، فهذا كانه يخفي سرا اوكي، وكانه يخفي سرا، او يفعلها الشخص عندما يريد ان يرفض شخصا اخر. كيكون مقلق منه ولا حاب شغل يليك يديه بين قوسين يبتسم له ذاك الابتسامه ما يبينوش الاسنان، او شخص ما حبش يقول معلومات ولا فيبتسم لك هذه الابتسامه وكانه يخفي اسرار في كاين كذلك شخص اللي يكون غاضب. الشخص الغاضب يخفي هذاك الغضب بالابتسامه. كاين ابتسامه ايضا تاع البائس. فتجد عيناه حزينتان ويبتسم، فهذه ابتسامة البؤس والحزن. لكن في كلا الأحوال أو في كلتا الحالتين لابد من الابتسامة، لأن الابتسامة تعدل النشاط الهرمونات في الدماغ. فأنت في حالة اكتئاب وفي حالة حزن كان كما نقول مواد كيميائية تفرز الآن، لما تبتسم تعيد التوازن للدماغ وتخرج من هذه الحالة بسرعة.
لكن ما نستعملوهاش في جميع المناسبات. مثلا لو كان شخص يمكن عزيز علينا يمر بظروف صعبة، صح أنه تكون الابتسامة هون تكون يمكن طاقة عاكسة ليه، طاقة إيجابية عاكسة ليه، ولكن مش مثل الابتسامة اللي نستعملها في الأفراح. يعني كان الضحك وكان الابتسامة، الابتسامة ممكن تستعملها حتى في الجنائز، ابتسامة حتى مع صاحب العقل تبتسم معه كذا، لأنها معدية تخلي الإنسان ينشرح. لكن الضحك لديه مجاله، الضحك لازم تكون عنده أسباب للضحك، وبالتالي الضحك عنده أسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك أيضا، لكن كان يغلب عليه الابتسامة أكثر من الضحك، ويضحك في أوقات المناسبة. ولهذا الابتسامة هي المطلوبة، نستعملها يوميا وبمرات كثيرة، لأنها تعيد التوازن في الجسم وفي الحالة النفسية، وتحافظك على الاستقرار، وأيضا تحافظك على العلاقات الجيدة مع الآخرين. فيها يعني نكسب محبة الناس اللي حولنا ونتعامل بها. ونشوف أن قوة الابتسامة قوة كبيرة جدا، لكن للأسف الشديد التنشئة تاعنا الاجتماعية التي دمرت الابتسامة، الضحك من قلة الأدب، الموروث الثقافي اللي يضحك يقول لا يجعل خير، تشاؤم من الضحك لا يجعل خير، يعني كأنها مصيبة. لما ضحكنا راني نضحك غدوة ترى لي مصيبة، راني نضحك دوك نخلص، فأعطونا معتقدات سلبية حول الضحك، وبالتالي خلونا عبوسين، وأعطونا أن الشخص الجدي هو الذي لا يضحك والذي لا يبتسم، وهذا ايضا مفهوم خطا. لماذا؟ لانه الشخص الجدي بجديه عمله، باتقان عمله، وليس بالضحك او العبوس، فالشخص العبوس وما يتقنش العمل فهو ليس جدي، وبالتالي الابتسامه لا تعني انك جدي، اوكي؟ او عدم الابتسامه انك جدي، وانما هي وسيله يمكن وانما هي وسيله وهي علاج يحتاجها كل فرد. ولهذا هناك الان مدارس للابتسامه في بريطانيا وفي امريكا وحتى في لبنان، هناك مدارس للابتسامه. اكيد يعني شوف الان المشكله تاعنا، حتى الان اصبح الانسان كبنظر فقد هذه القيمه المجانيه اللي اعطاها ربي بالفطره، ولا يتدرب من اجل الضحك. صح. والناس تستغرب اليوم لما يشوفوا الشخص يضحك يقول هذا واش بيضحك؟ واش صح عليه هذا باش يضحك؟ يعني اصبحنا حتى نضحك حتى يكون مثير، حتى نخلو الشخص تكون سبب باش نضحكوا، وضعنا شروط للضحك والابتسامة. اكيد يعطيك الصحة استاذ عبد الحليم ماضي فيما يخص تدخلك اليوم في ملفنا الصباحي حول الابتسامة ومعانيها وتأثيرها وأهميتها. شكرا لك. والآن سعاد يلا يا الله صراحة نقول دائما للمشاهدين من محق